بي سامبا، في حين باش يكون البوتسواني جوشوا بوندو هو الحكم الرابع بالنسبة للفاروم، فانو الكاف عين الحكم الزامبي جاني سيكازوي على رأس الفريق المكلف تقنية الفار، ذكركم اللي ذهب وفال البارح في الرباط بنتيجة هدف مقابل هدف. مجموعة من أحباء النادي الأفريقي خارج حدود الوطن نطلقوا مبادرة اسمها موفما سوسيوس. شنو معناتها موفما سوسيوس وكيفاش ينخرطوا فيها أحباء النادي الأفريقي وشنية أهدافها الأكثر؟ تفاصيل على الانيسياتيف هذه معايا في المباشر من باريس سليم التريكي، عضو مؤسس للموفما سوسيوس. صحة شريفتك سليم. صح حسيتك، مرحبا بيك، عايشك صح حسيتكم سكول. دونك سليم، موفما سوسيوس بالنسبة لأحباء النادي الأفريقي خارج حدود الوطن، المبادرة انطلقت من ليترونجي بالتحديد من باريس، كان تفهمنا أكثر شو معناتها موفما سوسيوس، كيفاش ينخرطوا فيها الأحباء؟ هل هي جمعية اليوم موفما سوسيوس أم شيء من نوع ذي منت؟ ولا يا سوسيوس، اول حاجه معناتها من الفوتبول لاتينو لاتينو امريكان. سوسيوس هو يتجاوز كونه محب جمهور انسان، كونه فان الى محب انجاجي، على ذلك نحبوا معناتها نشاركوا في القرارات المصيريه للنادي الافريقي. بدينا ما بديناش اليوم، بدينا من 2016 عملنا فيديليس في بور لي سبورتور على الاترانجي، وبدينا سوسيوس في تونس وما مشيتش الامور قانونيه، وعاودنا بدينا سنة بديناها بموفمون سميناها موفمون كلوبيست، معناتها التحركات. قلنا راه شعارنا المرحلة هذيا بعد العام اللي تعدينا السنة والخمسة سنين الأخرانيين اللي لازمنا نتحركوا بعد المشاكل هذوما الكل. عملنا فيزيون زوز باش نلموا الشمل وسميناها موفمون سوسيوس كلوبيست، خاطر سوسيوس معروف أكثر عنده جمهور. نحن شنو البرامج نتاعنا؟ أن نكونوا فاعلين، معناتها كل سوسيوس راهو مشارك ويملك في جمعيته، معناتها راهو أونجاجي عنده حقوق واجبات، لازم يعاون ماديا وعنده حقوق انه يشارك في لي ديسيزيون والقرارات المصيريه للفريق، خاطر اللي ريناه توا خمس سنين وخاصه السنه برشا تخلويف وماناش فاهمين شيء. نحن بصفه عامه 30 سنه جمهور النادي الافريقي نحبوا ندخلوا وبصفه رسميه، معناتها فما برشا يسخيبونا اسوسيسيون انديبوندونت راهم مشاين الكلوب. لا معناتها هكا 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 تجبرني باش نسالك وسؤال يجيب سؤال، انه كي تقول لي هكا انا نسالك لهنا، هل انكم انتم عندكم علاقه بالهيئه الحاليه للنادي الافريقي هيئه عبد السلام اليونسي؟ واكيد باش تكون فما علاقه، لانكم انتم وقت اللي باش تكونوا فاعلين في القرارات المصيريه للفريق توا في هيئه منتخبه، خلينا نقولوا صحيح انتخابات صارت ب 300 عضو، ولكن هي هيئة شرعية حسب ما نعلم سليم. والله يشوف احنا ديجا الاول اوبجيكتيف نتاعنا انه الانتخابات نتاع 190 صوت و160 صوت هذا فضيحة للنادي الافريقي. نحن نحبوا معناتها فما في برشلونة مثلا 160 الف سوسيوس، في بنفيكا فما 230 الف سوسيوس. نحن نحبوا الانتخابات تولي مش بالخيرات اللي تقص قبل بساعة وقبل بساعتين، لا سوسيوس من اول عام نعملوا 20 20 30 بيل، هذوك هما اللي عملوا الانتخابات. دونك نحن رانا نحن باش نساعدوا الاداره، حتى لو كان احنا متنرجعين على الاداره هذيا وعلى المنتخبات وفما برشا نحبوا نحيوها، فما برشا مجموع الكلوب يحبوا الاداره هذيا تمشي على روحها، لكن نحن نحبوا نكونوا مع الاداره، مانيش تابعين حتى رئيس وحتى شخص. الاداره هذيا تقعد ولا ما تقعدش احنا راه مع الاداره. يعني انتم باش تتعاملوا مع تفضل سليم. باش نفاجئك فما شكون من الاداره اعضاء فاعلين، احنا حلينا فورمولير في 24 ساعه 1200 مشترك تبارك الله. فما اعضاء من الهيئه هذيا تقيدوا سوسيوس، معناتها هما بيدو مقتنعين بالفكره، معناتها حسب هما بيدو مقتنعين بالفكره، معناتها باش ما تصيرش اشاعات راهو الهيئه هذيا تكسر فينا ولا تحارب فينا ولا بالعكس احنا متنرجعين عليها خاطر صاروا غلط صحيح، واحنا اللي غلطين، احنا جمهور الفريق غلطين، خاطر فما في شنو غلطين؟ فما قرارات مصيريه صارت في خمس سنين هذوما واحنا قاعدين نصيفوا، كل صيف نمشيو نصيفوا ونخليو الناس تعب في مصير الجمعيه. نحن شو ايش باش نعطيك حاجه، النادي الافريقي كجمعيه ضعيفه برشا في الكواليس، واحنا الجمهور الافريقي ضعاف برشا في كواليس الافريقي، ما فما عباد يدخلوا لمصالحهم الشخصيه واحنا راقدين. دونك نحن باش نعملوا اسوسياسيون باش نعاود نحاولوا نجيبوا فينونسيرمون نرجعوا نجيبوا فلوس للجمعيه، ولكن باش نشاركوا في القرارات المصيريه. نعطيك اكزامبل كمل تفضل نعطيك اكزامبل، مثلا برشلونه باش يعملوا رينوفاسيون بركه نتاع الكومب نو ستاد نتاعهم،
ب 600 مليار عملوا استفتاء للسوسيوس قرروا قالوا اي ولا لا. نحن كيفاش انت كل عام تعمل لي حكايات معناتها ما نفهموا حتى شيء واحنا مانيش مشاركين في الديسيزيون. نعطيك اكزامبل كامل كبير خاطر زي معناتها حاجه شخصيه. كيفاش انت تجيب لي الحيدوسي يجيب لي صرت العكوم مهاجم مركز صفر هدف عام كامل في البطوله وقت اللي نحن الفريق جابوه وكان ماتش وماركيه زوج بطولات في اقوى مسابقه في العالم في كوب دي مونت. شكون اللي يقي شكون اللي يقرر شكون اللي قاعد لازم ندخل في القرارات ونحن مأمنين على الهيئه واللي تقيدوا 2500 تقيدوا في 48 ساعه. أنا البارح في الباج فيسبوك نتاع الموفما كلوبيست فما 800 منخرط. قبل ما سليم قبل ما نمشيو نحكيو على لي بروسيدور كيفاش الفورمولير كيفاش تقيد فيها شنو يلزمك لي كوردوني اللي تحطهم واللي ما تحطهمش. قبل هذا جاوبني على مع شكون قاعدين تتعاملوا من الهيئة الحالية للنادي الإفريقي. ما تعطيني أشخاص، هل عبد السلام يونس يفتح يديه لكم أنتوما، هل غيره من أعضاء الهيئة المديرة الحالية اللي قاعدين تتعاملوا معاه في كونتاكت مباشر معاه؟ ولا انا ما نحبش نرفض برشا جماهير اليوم ما تعرفش برشا على الهيئه هذيا واللي فما مقاطعه كامله. انا شخصيا ما نحبش المقاطعه سواء عاود لك سواء تقعد الهيئه هذيا ولا ما تقعدش نحن نخمم في المستقبل. انا مثلا حكيت شخصيا مع كامل بن خليل بما انه محامي نحبوا نشوفوا سبعه قانونيه خاطر اغلبيه اللي تقيدوا قالوا لنا رانا نحبوا ترونسبارونس. نحن كي قلت لك من 2016 عملنا كيلكو زاكسيون عملنا ديزابونمون اللي يستحقوا. ما نجمناش نبداو نلموا في الفلوس والعباد الكل تحط تلم في الفلوس خاطر شكون باش يصرف الفلوس وكيفاش باش تعمل؟ لو كان احنا اقترحنا على الهيئه هذيا وعلى سي عبد السلام اليونسي نعملوا كونت دوزيام كونت في الكلوب افريكان تابع للكلوب يكون الكونت هذاك باسم السوسيوس باسم هكا لي 20 ميل ولا 30 ميل. الديسيزيون معناتها مش يجيني ديريجون انا يبدا مقاول ولا محامي ولا عنده شركه سيرونس ولا بطال ولا عنده قاعه افراح يقول لك اي انا باش ناخذ 4 مليارات نعطيهم لوندما وباش ناخذ 5 مليارات نعطيهم لفادريدي وباش نطرد ستاف كامل ونجيب ستاف سيموني من ايطاليا نعطيهم 7 مليارات. لا باش نعملوا دوزيام كونت في الكلوب هذا اقتراحنا باش العباد الكل تبدا معناتها عندها ثقه. مي ديسيزيون للسوسيوس هما اللي باش تعملوا سيت انترنت وعندك كارت ديرونس اللي تدفع 20 مليون ولا تدفع 10,000 عندك كارت ديرونس سوسيوس هذاك سافو اون فوا معناتها راك تملك في الكلوب وعندك اسهم تشارك في القرار. نحبوا نعملوا اكسيون معناتها نعاود نقول لك 30 سنه مانيش فاهمين شيء. ديما يقولوا لنا جمهور الكلوب وانتم اقوى جمهور وانتم تدخلوا برشا فلوس وانتم اقوى بالموني وتقوى حضور في الستار وانتم قوه الافريقي واحنا مانيش نقرروا في حد شيء ما نعرفوش فلوس وين تمشي شكون اللي يقرر. احنا مثلا نحبوا نصلحوا البارك نحبوا نصرفوا على سونتر دو فورماسيون نحبوا نتلاو بالهوند نتلاو بالباسكيت فما الفوليتا نحبوا نتلاو بهم. شكون قال لك انت نحب نجيب بونداما انا تاكون ب 4 مليارات؟ شكون قال لك انا نحب نجيب ساسرا كوب ب 500000 دولار في العام؟ فوالا واضح به. دونك سليم توا نختموا مع بعضنا بالفورمولير هذايا اللي على الفيسبوك وعلى سيت اون بلاتفورم سور الانترنت سور الويب. دونك لهنا كيفاش اي كلوبيست كيفاش ينجم ينخرط في الموفمون سوسيوس هذايا؟ وفما شفت انا حسب ما ريت في الفورمولير فما كارت اديرون سوسيوس بلس بلس ابونمون 2019 2020 كان تفهمنا اكثر الحاجات هذه. والله هو اليوم فما ريونيون سوسيوس ريستورانت ومي جوان بطربي 15 باش نعمل لاسومبلي جينيرال باش نعمل لاسومبلي جينيرال اخرى في تونس. وقتاش وقت عاود لي التواريخ نتاع لي زاسومبلي جينيرال؟ مي جوان بابري 15 جوان باش نعمل لاسومبلي كبيره في باريس باش نلموا معناتها اي واحد خاصه نعطي نداء اللي يسكنوا في فرنسا ولا يسكنوا في اوروبا ينجموا يجيو. دونك والملايين اللي في تونس سليم زاد يلزمهم يلزمهم زاد ان شاء الله ان شاء الله بعد فان سيزون نكملوا نحن خاطر نحن في فرنسا خذينا لوتوريزاسيون واحنا معناتها اسوسياسيون اوفيسيال معناتها نجموا نلموا فلوس وعندنا كونت بونكير وعندنا بريزيدون وعندنا معناتها ستاتيو كامل. معناتها تو احنا في ليتاب نتاع ليزانفورماسيون كل واحد يدخل وين يسكن فين معناتها شنو يحب وسورتو نحبوا نعملوا فورمول نتاع ابونمون سوسيوس هكا هكا تديرون سوسيوس والا سوسيوس بلس 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 ابوني خاطر سوسيوس هو الديفينيسيون نتاعو كي تبدا انت سيبورتير اونجاجي معناتها عندك الحق في بلاصه في الستاد. وعلى في الستاد ولينا معناتها ماهيش هذه الفريق اللي يحضروا لها 200 و300 و1000 و2000 و5000 متفرج. نحن الكلوب 30000 متفرج اقل حاجه. لو كان نحبوا نعملوا ابونمون اما فورمول ما اسهل خاطر ما بين اخطاء الهيئه المديره سوى هذه ولا اللي قبلها ولا حتى عدد سنوات نحن رانا تعبين جمهور الكلوب في ليزابونمون.
معناتها توا احنا نعيشوا في الاوروب وفما شكون يشيل كوب دي مود وفما راهو كل شيء تقص بالانترنت بيان سور كل شيء بالانترنت يسكنيت تدخل نحن عندك ابونمون تمشي تاخذ تسكرتك من البارك ما تصور واحد يسكن في رادس يمشي للبارك باش ياخذ تسكرتي يعاود يرجع رادس ما تزيد خل بيض هذه حاجه فما ناس يا سليم تجي من بنقردان وتجي من الجنوب ومن تطاوين ومن صفاقس باش تقص التيكي وترجع بعد الماتش تو انت هي مديره ما تعبر لي زلتا راه احنا ستون في نحن احنا سي تان بروجي دو في نحب نعملو واحد يجي من الحمامات يمشي للملزه ياخذ تسكرتي يرجع رادس خلوير هذه حاجه ثاني حاجه تو هاو في جمعيه العالم الكل انت كي باش تاخذ ابونمونش معناتها انا باش ناخذ ان باك يعني باش ناخذ 13 تذكر كي انا خويا مرضت وما نجمش نمشي سافرت من التذكر ذيك اللي عليا ما نجم نعطيها لصاحبي نعطيها لولد اختي نعطيها لولد عم دونك الهيئه هذيا فما شكون دخل مش نقول الهيئه هذيا معناتها كاشخاص نحكي اون جينيرال فما شكون دخل بال كاكور الهيئه كهيكل ماهوش كاشخاص 30 سنه 30 سنه يدخل بالابونمون تاع صاحبه ويلقى روحه في المركز في الحبس دونك احنا نحن سوسيوس هذايا اللي نحب نعملوه باش نسهلوا الجمهور حياتنا كجمهور يعني كي نعمل ابونمون باش ندفع فلوس انا باش نعمل ابونمون في اي بي باش نعمل فورمول نجم نقعد سكرتي خويا فينا الكوب دافريك انا ما نحبش نمشي بعد 100 الف صح علي هكاك في باريس عيشوا سي فري نحن نجم نقول ما نعملوش هكاك نعطيك اكزامبل في باريس مثلا ولا في برشلونة اللي مش ماشي بعد سكت ونجم نرجع حق مثلا اللي ريكوبير الفلوس اللي دفعهم اي فوالا عليه في بنقدر يعيشوا في الجنوب كي يعمل ابونمون هو باش يجي الماتشات الكل ما ينجمش سيرتينمون ما ينجمش يحضر الماتشات الكل ما ينجمش يتشاركوا اربعه في ابونمون الجروب مثلا تلقى فما يمشيوا اون جروب هما يجيو اون جروب ينجموا في بلاصه 500 ابونمون يعني 200 وكل مره يمشي واحد سليم توا بالنسبه لكارت اديرون قداش حسب التقريب الاسوام نتاعهم معناتها بالنسبه للاحباء اللي يحبوا يعملوا لكارت اديرون نتاعهم في موفما سوسيوس كلوب افريكان في الموفما سوسيوس احنا اون ديسيدي باش نعملوا المينيموم 100 دينار اللي يسكنوا في تونس و100 يورو اللي يسكنوا لبرا واضح هذا كوتيزاسيون انويل في العام انويل ساشون كو فما برشا عباد يحبوا يمدوا دي سوم تولي بالبريليفمون باغ موا انا مثلا معناتها باش العباد ما تقولش هذايا يحكم ولا انا جو سوي با فونداتور ولا حاجه انا راني منخرط كيما العباد الكل سوسيوس باش ناخذ كارت ديرون تاعي يعني نعيش في فرنسا ب 500 يورو في العام اذا كان نشوف ماشي الفلوس ماشيه في بلاصه تاع فما دي بروجي باهين وكي يقولوا لنا باش نعملوا بعد شهرين يعملوا مش كذبه ولا حمله انتخابيه ولا نولي ندفع بار موا 100 يورو 200 يورو انا ممكن ياتي فما برشا شنو قلت 500 دينار في الشهر من تونس لو كان انه ما يكونش فما طماطم من الهيئه الحاليه فوالا سورتو مش من الهيئه الحاليه من اللي باش يخدموا في سوسيوز من اللي ديسيدور زاد في السوسيوز شكرا ليك دونك سليمه لاتريكي دونك فونداتور ولا نجمو نقدمو كعضو مؤسس للموفما سوسيوس النادي الافريقي شكرا ليك على كل التفاصيل موافقين ان شاء الله دونك في النادي الافريقي والاحباء اللي قاعدين ياسوا قاعدين يعملوا في مبادره حلوه برشا تنطلق من خارج حدود الوطن اسمها موفما سوسيوس الموعد غدوة مع مقابلة الجولة 24 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نذكركم بالبرنامج الكامل جي اس كا مع نادي الصفاقسي واللونجو لهنا بالنسبة للمركز الثاني للسي اس اس مقابلة زفرها وليدة الجريدي نجموا تابعوها على القناة الوطنية الأولى النجمة الساحلي مستقبل جابس في أولمبي سوسة لهنا فما لونجو المركز الثاني للنجمة الساحلي وتفادي النزول بالنسبة لمستقبل جابس مقابلة زفرها نعيم حسني نجموا تابعوها على القناة الوطنية الثانية الاتحاد المنستيري في بن جنات مع النادي البنزرتي والتحكيم الكريم محجوب الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين التحكيم النصر الله الجويدي نادي حملنف مع اتحاد بن قردان مقابل زفرها هيثم القصعي الملعب التونسي في الهادي نايفر مع النجم المتلوي مقابل زفرها سفيان قطاد كل المقابلات تنطلق مع مطلث نذكركم انه دربي العاصمه في الجوله ذي في الجوله 24 بين النادي الافريقي والترجي تم تاجيله ليوم 9 جوان القادم بسبب التزامات الترجي الافريقيه في الهوند منذ قليل بدات مواجهة ذهاب نهائي بطولة كرة اليد بين النجم الساحلي والترجي الرياضي في قاعة سوسة الأولمبية النتيجة الحالية 3-2 في 6 دقائق لعب للإتوال الأسبقية 3-2 كما قلنا مقابلة قبل ما تبدأ شهدت أحداث ومناوشات عنف بسيطة بين الملاعبية وتدخل الأمن والأمور كل سلامات وكما قلت بدات المقابلة 7 دقائق لعب النجم متقدم على الترجي 3-2
مقابلة نجمو تابعوها على القناة الوطنية الثانية الياب باش يكون نهار السبت الجاي في السواوي. في الفولي قبيله شويه زاد مع العشره بدا نهائي كاس تونس للسيدات في الكره الطايره بين سيدات النادي الصفاقسي ونادي نسائي بكرتاج في قاعه توفيق بوهيمه في ارادس. فينال الليله بين سيدات سي اس اس وسيدات كرتاج هو الفينال الرابع على التوالي منذ موسم 2014-2015. جامعه باش يكون دوبلي سنه لسيدات الصفاقس او اللقب الرابع في تاريخ سيدات كرتاج. الاجابه بعد المقابله. من الفولي للباسكيت وقبيله شويه زاد مع العشرة انطلق نهائي كاس تونس للسيدات في كره السله بين سيدات النجمه ساحلي وسيدات شرطه المرور في قبه المنزه. زعما باش يكون اول لقب لسيدات الاتوال او الكاس السادسه في تاريخ سيدات شرطه المرور. نتائج ماتش شوية اليوم في الأوروب، البداية بثلاثة مقابلات في الكؤوس وكأس ألمانيا ديفي بوكال كاب، والبايرن يحقق الدوبلي الموسم الحالي. اليوم البايرن فاز على ريد بول لايبزيج بكأس ألمانيا 3-0 في الفاينل اللي جمع الفرق الزوز في الأولمبيا ستاديون في برلين. نحكيو على دوبلي ليفاندوفسكي في الدقيقتين 29 و85 وبونتو كومان في الدقيقة 78. في نهائي كأس ملك إسبانيا فالنسيا يحرم البارسا من الدوبلي الموسم الحالي. فالنسيا فاز على برشلونة 2-1. نحكيو على بونتويت جاميرو ورودريغو في دقيقتين 21 و33. ميسي ذل الفارق للبارسا في دقيقة 73 ورسمي فالنسيا يتوج بالكوبا دلري. كأس البرتغال سبورتينغ لشبونة يتوج بالكأس على حساب اف سي بورتو بعد ما فاز عليه بضربات الجزاء مقابلة وفات في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة هدف مقابل هدف، وضربات الجزاء مشات لصالح سبورتينغ لشبونة. جولة الختامية في السيريا الإيطالية، زوز مقابلات تلعبت اليوم. فروزينوني تعادل مع كيفو 0-0، بولونيا فاز على نابولي 3-2. كانت هذه آخر موعدنا الرياضي بالنسبة لليوم. أكثر تفاصيل راديوماتونيزي.com أو صفحتنا على الفيسبوك سبور باي راديومات. بعد شوية يرجع لكم ليالي رمضان، تصبحوا على خير.